أكد وزير الزراعة أن الأردن يبدي حرصاً كبيراً على دور الزراعة التنموي بأبعاده الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعول على الزراعة كي تكون القاعدة الاقتصادية للتنمية الريفية. جاء ذلك خلال افتتاحه المعرض الأول للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية في قاعة غرفة صناعة الزرقاء. التقرير التالي والتفاصيل. بهدف تنمية دور الزراعة التنموي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات المعرض الأول للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والمنتجات الريفية أمس في محافظة الزرقاء، وشارك في المعرض العديد من المزارعين والشركات، والذي يأتي لتعزيز الروابط الاقتصادية مع قطاعات الاقتصاد الأخرى وزيادة دخل الشركات والأسر الريفية. أخذنا على عاتقنا تطوير القطاع الزراعي بأقل الكلف وبأفضل التقنيات الحديثة. في العصر الحالي كل الزراعة معتمدة على الميكنة. احنا مهمتنا انه نوصل المكاين هاي للمزارعين لإيجاد حلول مشاكل العمالة. الأردن تسويق، احنا يعني بصراحة وزارة الزراعة لحد الآن مش فاهمة أوقات اللي إنتاج تبعنا وقديش يضاين، مشان يمنعونا مدة الفترة بين السماح والممنوع. أهم المشاكل الزراعية اللي بتواجهنا هي الاستيراد اللي من برا، مرات يكون احنا عندنا بندورة وفائض وقاعدين نكبها ونستهلك عليها عملة صعبة كثيرة، فبيستوردون الصلصة من برا من الصين ومن مصر، ومع العلم احنا صرفنا عليها عملة صعبة وبرضه جابوا لنا اياها وصرفوا عملة صعبة كمان عليها. وحملت الحوارات هموم المزارعين للمسؤول الأول عن الزراعة في الأردن على تنتج قرارات تساعدهم على تطوير أعمالهم. مزارعنا ريادي ومبدع ويحاول أن يجند ويوظف التكنولوجيا للاستفادة من كل قطرة ماء، ونحن في وزارة الزراعة هذا العام دعمنا المزارعين بقروض بدون فوائد للزراعات المائية والزراعات المحمية، وهذا من شأنه أيضا أن ندعم المزارعين في هذا التحدي الكبير. إضافة إلى ذلك التسويق، والذي إن شاء الله سنعمل على إنشاء شركة تسويق مشتركة إقليمية، وهذه ستؤدي إلى زيادة صادراتنا وبالتالي الحد من الاختناقات التسويقية للمنتج الأردني. وتبلغ المساحة القابلة للزراعة بالزرقاء 652 ألف دنم، فيما تقدر المساحة البعلية المستغلة منها ب 72 ألف دنم، والمساحة المستغلة رياً 147 ألف دنم، ويبلغ عدد مزارع الدواجن في المحافظة 110 مزارع، والأبقار 98 مزرعة، إضافة إلى 6 مزارع للأسماك، و8 مصانع للأعلاف، و32 صيدلية ومستودعا بيطريا. من محافظة الزرقاء محمد أبو علوان، رؤيا.